السلام عليكم اخوتي المغاربه، حنا جايين من فرنسا نتبعوا المنتخب كما العاده في 2018 ودابا في 2022 في بلد اسلامي. الحمد لله حنا فخورين يكون في بلد عربي واسلامي ومشرفين في مع المغرب يكون حاضر، وان شاء الله مع العام ولد البلاد ولد الركراكي نديروا شي حاجه اللي تشرف الشعب المغربي كامل. وعلي المغرب ديما المغربي راه حنا معاكم ان شاء الله. غنشوفوها بالربح ان شاء الله، واحد جوج لاعبين الفرقه مزيانه، ما عمرشنا فرقه مستوى العالي بحال هذه الفرقه دابا. نتمنوا النتيجه تكون تفرح المغاربه كاملين، وحنا جينا مسافرين باش نتفرجوا في الفريق الوطني ونشجعوه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. ان شاء الله تكون النتيجه مفرحه، لان كما كتعرفوا المقابله الاولى ديما كتكون حاسمه، وبالنسبه ل يعني الفريق راه استعد بما فيه الكفايه. نتمنوا الله التوفيق. المباراه تكون صعيبه شويه لانه المنتخب الكرواتي معروف القوة الدينية والبدنية والتقنية ثلاثة بجوائين فيه، دونك سيبقى ماتش صعيب للمغرب، ولكن المغرب عنده التقنيات وعنده لاعبيه اللي بمستوى رفيع باش يمكنوا يتجاوز هذه المرحلة. صار المنتخب المغربي الجمهور الحمد لله حاضر بكثافه، كنحسوا بحال مدخلينهم عندنا ادوميسيل. اللعابه يلعبوا غير لعبهم ما يخافوش، عندنا لعابه في منابر عاليه في فرق عالميين، وان شاء الله غادي نربحوا. الربح لينا ان شاء الله والمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.